بعد موافقة الكويت على الطلب العراقي، الأمم المتحدة تعلن تأجيل آخر دفعة من تعويضات الغزو لمدة عام. توصيات نيابية تعقب مناقشة هبوط أسعار النفط وإقرار المداولة الأولى من قانوني تنظيم الحج وهيئة الطرق. بلدية العاصمة تغلق 4 بسطات للأسماك إداريا في سوق المباركية وتضبط 60 كيلوغراما من الأسماك التالفة. تفاؤل كبير لطهران والقوى العالمية بشأن الوصول لاتفاق نووي نهائي، والجيش الإيراني يعلن عن إجراء تدريبات عسكرية على مساحة 2 مليون كيلومتر مربع. قوات الأمن العراقية تعتقل عددا من الإرهابيين كانوا يخططون لاستهداف الزوار في كربلاء، واستمرار المعارك في بيجي، والمحافظ ينفي سقوط القضاء في يد داعش. الجيش السوري يستعيد ترشيح داخل حضرنات ويستعد لإطباق الطوق على مسلحي حلب، والتناحر يشتد بين المسلحين، وداعش يعدم 20 مسلحا من الجيش الحر. مشروع القرار الفلسطيني العربي يقدم لمجلس الأمن، وعباس يعلن عن استعداده للتشاور بشأنه.